اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ببرنامجنا شو السيره. برنامجنا اليوم قررنا نعمله بشكل خاص في قريه برطع عشان نفهم شو السيره ما بين برطع الشرقيه وبرطع الغربيه، وهل السيره عندنا بتختلف عن السيره هون، ولا السيره هناك بتختلف عن السيره هون، ولا شو السيره؟ تعالوا نشوف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عرفنا حالك؟ حسام كبهة من برطع. أهلا وسهلا فيك. إحنا برنامجنا اسمه برنامج شو السيري، اللي بنسأل فيه الناس شو السيري، بدنا نعرف شو السيري. يا أخي بنلف من محل لمحل مش فاهمين شو السيري. والله شو بدي أقول لك، شو السيري مش عارف شو السيري ولا أنا عارف. طب شو سيرة القطايف اليوم؟ صارت سمعت طلعوها مع ألوان. صحيح. القطايف طبعا هي خلينا نقول انه يعني موسم، طبعا اكثر الناس بتطلبه في موسم رمضان. طيب والقطايف انا بعرفها بتيجي اكبر، شو هي قصتها القطايف الصغيره؟ هاي طلب خاص، في ناس بيطلبوها اللي هي راس العصفور بيقولوا له، فهي طلب خاص لناس معينين، يعني كيف عندهم انهم ياكلوا قطايف صغيره. عمي يعطيك العافيه، وبدنا نعطيك طبعا هديه مقدمه لك من محلات بيج سنتر في قريه كفر قريع، وبنقول لك رمضان كريم وكل عام وانتم بخير مناسبه انه قرب علينا العيد. يا سيدي ان شاء الله يا رب انه الله سبحانه وتعالى يهونها على الجميع. تابعونا برنامج شو السيره موقع البر. مرحبا. اهلين. عرفنا حالك. عبد القادر حسونه. من وين؟ من يافا. من يافا وجايين على برطع؟ اكيد. شو كيف الاجواء برطع؟ والله احلى من الاجواء اللي عندنا. ليش؟ في جو طبعا عروبه اكثر واحلى المنطقه هنا. حلو. وكيف الاوضاع بيافا ان شاء الله؟ الحمد لله. الحمد لله احسن شيء. الحمد لله. احنا برنامجنا شو السيره على موقع البارك، قاعدين هيك بنسال وبنشوف اجواء الناس، بنشوف القطايف، الاكل، الفلافل. بس بدي اسالك سؤال، بما انك انت من يافا، بسمع اهل يافا دمهم خفيف. دمهم خفيف كثير شوي. طيب اذا بتحكي لنا نكته حلوه تبسطنا، تبسط المشاهدين، اعطيك هسه هدي. اخر نقطه سمعتها هي تبعت ابو عصام، لما سال عصام قام له نص الدنيا لك ونص معتز رد ساله نص الثاني لمين، فاهمني كيف؟ ضحكتني. طيب اسمع، احنا مع هيك بدنا نربحك هديه. هديه في عندك هون عده هدايا. طيب فانت تختار لك مغلف، شو بيطلع لك المغلف بدنا نقوله قدام المشاهدين. يلا. طيب ربحت معنا قسيم شراي بقيمه 100 شيكل من محلات الامل للخضار والفواكه واللحمه في قريه كفر قريع. يعني هسه وانت طالع بتميل بتشتري شو بدك من هناك. 100 شيكل. تابعونا على موقع البارك برنامج شو السيره. شكرا لك وسلمنا على اهل يافا. شكرا. ماشي بوصل. رمضان كريم. في واحد مره حب طحنوه. وين النكته؟ في واحد رب لف كوربه طاج. انا دلني على النكته بضحك عليها لحالي. بما انه الشعب الفلسطيني همومه كثرانه وتعبان، يعني الشعب الفلسطيني شعب تعبان. بس بضل دمه خفيف ولا لا؟ بلا صح. تعرفنا حالك؟ فهد جرار ابو وديع من زاوية جنين. من زاوية جنين، اهلا وسهلا فيك. شو يعني زاوية جنين؟ وين بتيجي؟ لك اسمها الزاوية. اسمها الزاوية؟ نعم. مكان مقدس؟ لا مش مكان مقدس، كاين لك الاقصى هناك. لا اذا عم بعرف في عراب الجنين. بحد احنا. انتوا بحد عراب الجنين؟ بحد. ساكن هون ببرطة. ساكن ببرطة، اهلا وسهلا. اهلا فيك. طيب احنا اليوم قررنا نوزع كل الهدايا اللي بالسيارة. انا وصبحي لحالنا وخلص. مين؟ انا وصبحي. هذا صبحي نفسي اشوفه كل مرة بكل مقابلة بيطلع، صرنا نعمل معه مقابلة عشان نتعرف عليه. ان شاء الله. طيب انا بدي منك اذا بتنكتنا كم نكتة جامدات حلوات، بدي ربحك احسن هدية معي بالسيارة، منيح؟ ان شاء الله. اول شيء بدي انكت انا مش عشان الهدايا، عشان ننبسط كلياتنا. بالضبط، هو جو عائلي. نكتة، في بنت صغيرة بتسأل بمها بالدار، بتقول لها يما قديش عمر البس اللي عندنا؟ بتقول لها 5 سنين. تقول لها طب يما مش هذا ظلم، البسي اصغر مني بسنتين وعندها اولاد. شباب اي حدا سبنكتنا نكته حلوه انا بتمزع بتفعفل من ضحك هون، له هديه قيمه من برنامجنا شو السيري. مره في 2 خلايل قاعدين بغرفه مختلفين شباب بيصيبوا السما، فواحد منهم حط برميل كان له تصيب السما، كان له شيك تصيب السما، كان كله اصلا سبت السقف. طيب بقول لك سالوا الليمبي بيقولوا له شو الفرق بين البنت المحترمه والبنت الصايعه؟ فقال لهم السلام عليكم معاكم اللمبي، الفرق بين البنت المحترمة والبنت الصايعة، البنت المحترمة
والبنت الصيعه، البنت الصيعه صيعه وبنت كلب ولازم تتضرب في الدزمه، بس البنت المحترمه، البنت المحترمه هي صيعه برضو بس لسه ما اتمسكتش. بطلع لي جائز ولا بطلع ليش؟ بطلع لي جائز، وين بدي جائز؟ يلا مشاهدينا، بعد ما فشلنا فشل ذريع في انه نلاقي نكته حلوه، لقينا العم صبحي كله بيقول عنه هو ملك النكت. مرحبا. الله، بس عمي مين قال لك اني ملك النكت؟ الشباب اللي ورا. لا خفيف، من اللي انا نكات خفيف على الخفيف. لا الخفيف. عرفنا حالك بالبدايه. صبحي برطال. صبحي؟ ايوه برطال. برطال. ايوه. هلا، وانت برضه في لجنه النظام؟ لجنه النظام طبعا. باي ذكرت البعوضه؟ يا سلام، انا شخصيا يعني ربنا بيقول يعني واستحى الله يذكره مثلا البعوضه، يعني قد ما هو قديش فيها عجائب، بس الا انه يعني عجيب، قديش صغيره بس فيها عجائب كثيره. شو الجواب؟ جواب سورة البقرة. مظبوط، اجابتك صحيحة. ليه حبيبي؟ اهلا وسهلا. انا شخصيا معلش الجواب، عشان اجابتك سورة البقرة على اكيد. بس هيك احنا ما استفدناش شيء، هو ربي يربح هدية هسه، ضايل انت تربح. بقول لك في اللي تجوز نملي. في اللي تجوز نملي. استفادوا على البيت انجن. الفيل بده يطلع عادي، خلص المأمورية تاعته بده يطلع، فنسي المفتاح. صار يفكر شو بدي اعمل؟ انت قول لي شو بدي اعمل؟ مش عارف شو بدي اعمل. نزل النبني من تحت الباب يجيب له المفتاح. جماعتنا يعني احنا يعني شو السيري؟ مش عارفين لك نكتة حلوة؟ يلا شباب. بيقول لك في واحد، في اثنين قاعدين بغرفة، الأول بيقول للثاني أنا بردان من المكيف، قال له أنا محمد من السعودية. بحكي لك مرة في واحد بلا حياة، يعني ولد صغير، وين ما بروح بيفضح امه، بقول له بدي افوت الحمام بدي اشوخ. هسه بتقول له امه بدناش نقول هاي الكلمه، بدنا نقول نسافر. نسافر. هسه تكون راح عند دار خاله، نروح عند دار خاله. هسه بقول له امه يوم بدي اسافر، بقول امه يوم بدي اسافر. واللي بقول له خاله، يا خاله يعني الدنيا مسا، وينك تسافر بالليل؟ لو بقول له بدي اسافر، قال له بسافر، قال له بدي اسافر، قال له كلك سافر بدنا شوي شوي. احنا برنامجنا اسمه شو السيري؟ اذا بتعرف شو السيري بتاخذ معنا هديه. انا داري شو السيري، اسال حالك. مظبوط، اجابتك صحيحه. بدك تاخذ هديه؟ اه يلا. طيب شو السيري؟ السيري بعدها صغيره. حلوه حلوه حلوه، السيري بعدها صغيره يا جماعه، صرنا من اول برنامج مش عارفين شو السيري. طيب كيف شايفنا الاجواء في قريه برطعة؟ الحمد لله كل شيء تمام، كل شيء 100% ان شاء الله. سؤال عشان الناس، في ناس تعرفش، في برطع الشرقية وبرطع الغربية، شو بفصل بيناتهم؟ بفصل الوادي، بس الوادي اللي هون هنا. شارع يعني ولا وادي؟ واد، بس واد، هاي الحدود هون. يعني اللي بيجي اللي بيعرفش من برطع بقدرش يميز؟ لا طبعا، بلد واحدة، برطع بلد واحدة. برطع بلد واحدة، بس الاحتلال قسمها. بس الاحتلال قسمها. فلسطين أصلا هي بلد واحدة بس الاحتلال قسمها. بس الاحتلال اللي قسمها، وبرطع واحدة وبتظل واحدة إن شاء الله. طيب يلا على السيارة شباب. ألف مبروك، هدية مقدمة لك من سوق الأمل الخضار والفواكه، قسيمة شراء بقيمة 100 شيكل. شكرا شكرا حبيبي. لك بس وين بدك تتابعنا؟ أي موقع؟ تابعونا على موقع البرك شو السيري. نعطيك هدية متواضعة عن برنامجنا، عبارة عن هاي سلة العنب من سوق الأمل الخضار والفواكه واللحمة من قرية كفر قرع، وهي كرة القدم أيضا من محطة وقود ديزول كفر قرع. تابعونا على موقع البرك على برنامج شو السيري. احنا بدنا نعطيك طبعا هدية مقدمة لك من برنامجنا شو السيري، مقدمة لك من محلات بيك سنتر في قرية كفر قرع، وبنقول لك شكرا لك على تعاونك معنا، وبنشوفك ان شاء الله في رمضان القادم ان شاء الله. شكرا لكم، وشكرا لبرنامج شو السيري في إذاعة البرك. موقع البرك. موقع البرك إذاعة، ان شاء الله راح نفتح إذاعة. تفضل مشاهدينا، خلصت حلقتنا لليوم من برنامج شو السيري. زي ما احنا شايفين في سيري عبارة عن مسيري، طبعا في كثير سيارات متجهة لخارج قرية برطعة بعد ما قاموا بالشراء والتسوق في قرية برطعة، بس برضو ما فهمناش شو السيري. رغم كل الأجواء الحلوة الموجودة، رغم كل الأوضاع الصعبة الموجودة، إلا أنه الناس
بتحاول تتعايش مع كل ظروفها الاجتماعية والسياسية والحياتية. شو في شو السيره؟